بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي. اليوم هنبدأ أول درس من دروس اللغة الإنجليزية. يلا نبدأ يا شباب. يونت 1، الوحدة الأولى، visitors، زوار، to Egypt، إلى مصر. visitors، الزوار، to القادمين إلى Egypt، إلى مصر. يبقى عنوان اليونت visitors to Egypt، الزوار القادمين إلى مصر. طيب نشوف كده قبل ما نبدأ في الشرح، نشوف يا شباب أهم الكلمات اللي في الوحدة. نشوف كده يا شباب. طيب أول كلمة youth hostel، spring، visitors، souvenirs، definitely، bazaar، hotel، police station، tourist، information center، windsurfing، boat trip، windy، guidebook، breathe، advice، camp، snorkeling، scuba diving، wonderful، do activities، attractions، passport، ancient sites، positions، historical building، directions، recommendation، recommend، brochure، encourage، assistant، crafts، traditional، guide، museum، temple، suggest، places، island، try food، interested in، look for، go on a tour، look out، far from، find out، a tour، go for a walk. الوقت يا شباب هننتقل الى بعض الاستخدامات اللغوية، وتخلي بالكم معايا لان دي بتيجي في الامتحان. ويلا نبدأ يا شباب. يلا language notes. 1 play، go، do. طبعا كلنا عارفين معاني الأفعال دي، ولكن كل فعل من ده بيجي معاه كلمات معينة. مثال الفعل play، طبعا هو لوحده معناها يلعب، ولكن هو بيستخدم مع الألعاب التي يستخدم فيها كرة أو الألعاب المنزلية. مثال يبقى الفعل play، حتى مكتوب بالعربي اهو، يستخدم الفعل play مع الألعاب التي يستخدم فيها كرة أو الألعاب المنزلية. تعال نشوف كده يا شباب. طيب play، يلعب، play tennis، يلعب تنس، فيها كرة. play basketball، يلعب كرة السلة، فيها كرة برضو. play football، يلعب كرة القدم، فيها كرة. play hockey، برضو لعبة برضو، اعتقد ان فيها كرة برضو.
أعتقد إن اللعبة أمريكية فيها كرة. play table tennis يلعب تنس الطاولة. play soccer سكر كرة قدم برضو ولكن بالأمريكاني، يعني في أمريكا بيقولوا على كرة القدم سوكر. هي نفس كلمة فوتبول، يبقى بلاي فوتبول هي معناها بلاي سوكر، ولكن بلاي سوكر دي يعني أكثر استخداما في الولايات المتحدة الأمريكية. برضو بلاي تشيس يلعب الشطرنج، لعبة منزلية. play cards يلعب بالكارت اللي بيقول عليها كوتشينا. يبقى عرفنا الكلمات اللي بتيجي مع play يا شباب، سهلة جدا. go بتيجي مع الألعاب اللي بتنتهي بحرف الـ ing. مثال go swimming يذهب للسباحة. go water skiing يذهب للتزلق على المياه. go diving يذهب للغطس. go snorkeling يذهب للغطس باستخدام الأنبوب. يبقى go diving يذهب للغوص ولكن في الأعماق وباستخدام معدات معقدة شوية للغوص في الأعماق. أما go snorkeling يذهب للغطس ولكن باستخدام الأنبوب، يبقى قريب من سطح البحر. go running يذهب للجري. go fishing يذهب للصيد. go shopping يذهب للتسوق. كلمات سهلة ومفيدة جدا سواء في الاختبارات او في التحدث باللغة الانجليزية. تعال نشوف فعل do، هو لوحده معناها يفعل، لكن تعال نشوف مع بيجي ايه الكلمات المشهورة اللي بتيجي معاه، وخاصة بيجي معاه العاب ولكن بتمتاز بالعنف دايما بيجي معاها العاب بتمتاز بالعنف. مثال do كاراتي يلعب كاراتي. دو جودو يلعب لعبة الجودو، فعنف برضو. دو كونغ فو يلعب كونغ فو، دي لعبة برضو زي كاراتي كده ولكن أعنف شوية. دو ريستلينج يقوم أو يلعب مصارعة. دو أثليتكس يقوم بالألعاب ألعاب القوة زي الكمباز والعقلة وهكذا. دو بوكسينج يلعب ملاكمة. يبقى عرفنا بلاي بتيجي مع ايه وجو بتيجي مع ايه ودو بتيجي مع ايه، واعتقد انها مش صعبة انكم تذكروها خاصة انتم طلبة ممتازين. نمبر تو present. present معناه هدية. prize معناه جائزة. souvenirs هدايا تذكارية. الثلاث كلمات متشابهين ولكن كل كلمة من دي لها استخدام. يبقى نشوف كلمة present هدية، زي واحد بيعطي هدية لواحد في عيد ميلاده أو جوازه أو نجاح. مثال هم أعطوها a lot of presents كثير من الهدايا on her birthday في عيد ميلادها. يبقى present هنا معناها هدية شخصية، لكن prize جايزة بيستخدمها في مهرجان أو في مجال علمي أو نشوف الكلام ده. احمد زويل، طبعا احمد زويل ده عالم مشهور، عالم مصري مشهور. احمد زويل won فاز ب the Nobel Prize. طبعا كلكم عارفين
نوبل برايز اللي هي جائزة نوبل، بتدي اللي بتدي للعلماء أو الكتاب أو كل من يعمل عمل مفيد للمجتمع أو مفيد للإنسانية. فأحمد زويل وون، فاز ب ذا نوبل برايز، بجائزة نوبل. ما ينفعش نقول نوبل بريزنت، لأن دي ان ايه، جائزة شيء يعني أقوى شوية. طيب نشوف كلمة سوفينيرز، دي معناها هدايا تذكارية حتى من اسمها. مثال: تورست كان، يستطيع السياح باي أن يشتروا سوفينيرز، هدايا تذكارية، at بازارز، من محل الهدايا. نمبر 3: stay in أو stay at، يكون في مكان أو أماكن. stay with معناه يقيم مع أشخاص. نشوف مثال: there are، يوجد، many places، كثير من الأماكن، to stay in، لكي تكون فيها. ممكن تقول to stay at، تمشي برضو. stay in أو stay at معناه يكون فيه. نشوف بقى المثال على stay with اللي هو يكون معه: he stays هو يقيم، with مع his family، مع عائلته، in Cairo. stay with إجت معناها يقيم مع. نمبر 4: are lost معناها يضل الطريق أو يتوه يعني، وبتساوي كلمة إيه؟ get lost. نشوف المثال: those tourists، هؤلاء السياح، are lost، تائهين. نمبر 5: look لوحدها معناها ينظر، أما لو زودنا لها حرف جر المعاني بتختلف. يبقى look ينظر لواحد، لكن look for معناها يبحث عن. look after يعتني بي. look forward to يتطلع إلى. مثال: هم looking for، يبحثون عن، the book. mothers الأمهات، look after يعتنون بي babies، بالأطفال الرضع. I am looking forward to، أنا أتطلع إلى، visiting زيارة مكة. نلاحظ إن look باختلاف حرف الجر بيختلف المعنى زي ما شفنا، دي اسمها الفريزل verb. نمبر 6: في كلمات متشابهة. الكلمات دي يعني كلها بتدل على الرحلات. نشوف الكلام ده: journey معناها رحلة طويلة، trip معناها رحلة قصيرة أو عمل، فلايت رحلة جوية بالطيران يعني، فويج رحلة بحرية بالسفينة، بيكنيك نزهة على الأقدام، ولكن وتنتهي إنك بتقعد وتاكلوا، تفرشوا على الأرض وتاكلوا بعد الرحلة دي، تور معناها رحلة أو جولة سياحية، وجاي منها كلمة تورست. نشوف الأمثلة: journey، I love going، أنا أحب الذهاب، on long journeys، في رحلات طويلة، trip، my father، أبي، went on، ذهب في، a business trip، رحلة عمل، فلايت قلنا معناها رحلة جوية بالطيران يعني، لازم بالطيران، the flight الرحلة الجوية،
by plane بالطائرة was كانت comfortable كانت مريحة. voyage دي رحلة بحرية خاصة بالرحلات البحرية فقط وبالسفن. our voyage رحلتنا البحرية by ship بواسطة السفينة أو بالسفينة. يبقى our voyage by ship رحلتنا بالسفينة was interesting كانت شيقة أو لطيفة. picnic نزهة على الأقدام. وفي الآخر بيقعد بيفرشوا على الأرض معهم الترمس بيشربوا شاي ياكلوا كيك ياكلوا أي أكل معهم. اسمه إيه؟ picnic. we had a picnic لقد قمنا بنزهة على الأقدام. وين عندما the weather الطقس was nice كان لطيفا. tour جولة سياحية والنبي جاي من كلمة tourist يعني كلمة tour لو زودت لها ist هتبقى tourist سائح. tour معناها جولة سياحية. we went ذهبنا on a tour في جولة سياحية with a guide مع المرشد السياحي. we went on a tour ذهبنا في جولة سياحية with a guide مع مرشد سياحي. وإلى اللقاء في الدرس القادم يا شباب ونتمنى أنكم تكونوا استفدتم. ومع تحيات قناة مستر محمد القشاوي التعليمية. وما تنسوش إن شاء الله تعملوا لايك وشير تعملوا إعجاب ومشاركة وتفعلوا الجرس علشان إن شاء الله ناوي أكمل باقي المنهج بنفس الطريقة إن شاء الله وفي مفاجآت إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.